السلام وقال له عليك السلام يا حبيب وسيدي وخليفتي وصاحب لوائي قال أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيتنا فالكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله يا تأذن أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام وقال عليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فنمتم الله جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأما بيدي الابن إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحاصتي وحامتي لحمهم لحم دمهم دمي يحرم ما يحرمهم ويحرم لما يحرم من أحرمني من حاربهم واسفل من سالمهم وعدوم لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم منهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وقرآنك ورضوانك عليك وعليهم 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 رجس وطهير پھر بھی باواز بلند صلوات اللہ فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سبحان سماواتی بما حلقت سماعکم ابنیتم لا تمد ایتم لا کمر امرین ولا شمس مضیاء ولا فلق یدور ولا باہر یجری ولا فلق یسکی اللہ فی محبت ہا الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب من تحت الكساء فقال عز وجل اللهم آل بيت نبوة ومعادن الرسالة أم فاطمة وأبوها وبنوها وبنوها وصلوات فقال جبرائيل يا رب أتأخذ من أحد ذلك الذي ليكون معهم خادما فقال الله نعم قد أذنت لك فهبذا من جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله قال عليك الاعلى يقرأ السلام ويحسك بالتحيات والاكرام ويقول لك عزتي وجلالي ما حرمت سبع مغنيتهم ولا تمضحيتهم ولا قمر مريض ولا الشمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يدي ولا فرق يا سيدي لاجلكم ومحبتكم وقد اذن لي انا دخل معكم فعل تظهر لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله انه نعم قد اذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لابي ان الله قد اوحى اليكم يقول انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجية ما ذكر حبرنا لا في مافل من محافل عللان وفيه جمع من شيتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت رب العالمين يتفرقوا فقال علي عليه السلام بسم الله فضنا وفاض شيتنا ورب الكعبة فقال ثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجية ما ذكر حضرنا هذا في محفل من محافل آل الآل وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذهب الله فدنا وسويدنا وكذلك شيتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات زمير آ گیا کوئی آیا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بجاه محمد وآل وفاطمة والحسن والحسين وأولاده المعصومين المسلم خصوصا بجاه ولي الأسر صاحب الزمان حجة ابن الحسن القائم المهدي المنتظر عليه الصلاة والسلام إلهي بحق محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام صفے ازاد اہتمام اپنی پاک بارگاہ دے اندر منظور اور مقبول فرمائے